متابعينا لو فيها عودة مجددة إليكم مباشرة من مدينة طنجة، بالضبط هذه المرة من كورنيش المدينة، وأجواء ساحرة جدا في هذا الكورنيش مرفوقة ببعض الضباب. كيف ما كتشوفوا أمامكم ضباب كثيف يغطي سواء الساحل. هذه هي المدينة الجميلة، والكورنيش خاوي في الأثناء، الأمر الذي يزيده جمالية ورونق. طبعا نحن معكم متابعين الأوفياء في كل وقت لنشارك لكم الأجواء والمشاهد الجميلة. أحلام، صباح الخير، أهلا وسهلا. معرفش متابعينا الأوفياء واش سبق ليكم شفتوا كورنيش المدينة في هذه الأجواء الجميلة بحال هذا النوع أو بحال هذا الشكل، لأنه كاملين كنعرفوا أن كورنيش مدينة طنجة مشهور، وخاصة بهذا الزجاج هذا واللي ما يسمى بالمنارة، وأيضا هذه الإضاءة، هذه الأعمدة ديال الإضاءة، هذو هما جوج حوايج اللي مشهور بهم الكورنيش. واش سبق ليكم شفتوا كورنيش المدينة خاوي بحال هذا الشكل هذا، خاصة لأنه هادو هما جوج أشهر حوايج كاينين في الكورنيش، ميمكنش شي واحد يكون ما يعرفهمش. اللي بغيت نقصد هو واش سبقكم شفتو كورنيش مدينة خاوي بحال هاد الشكل، لأنه الصور الرائجة والمعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي دائما كتكون بالنهار ولا بالليل ولا في العشية، وكتكون الدنيا عامرة بزاف. واش سبق لكم انتوما شفتوا كورنيش المدينة في هاد الحلة هادي؟ جعفر، فعلا دائما كيكون داكشي، وكاينه اوقات، كاينه اوقات شنو ان هاد الوقت هذا كلشي كيمشي بحاله، وكترجع الامور صراحة مزيونه بزاف، الاجواء كتولي مزيونه من هنا حتى عندك، من هنا حتى 11 ديال الليل كتكون أجواء عائلية جميلة جدا صراحة. تخرج مع عائلتك، تخرج مع أحبابك، تستمتع بجمالية المكان، تأخذ صور، تمشي للبحر، ماشي بحال الأوقات اللي قلتي كيكون فيها شوية ديال المضايقات. ما تنساش متابعينا الأوفياء أيضا تقول لنا واش عندكم شي تساقطات مطرية في المدن اللي كتتابعوا من هذا البث المباشر، والمدن ديالكم وشنو الأجواء عندكم في مدينتكم او مناطق. صباحك مبارك اختي، اهلا وسهلا. كريم، صباح الخير. ما كنشوفوا متابعينا الأوفياء حتى على مستوى كيف ما قلت، كيف ما كتشوفوا حتى على مستوى الشارع، فالطريق خاوية صراحة، هذا هو الذي يزيد جمالية لكورنيش المدينة.